يوم 15 يوليو سنة 67 ضربت المدفعية الإسرائيلية قطر ركاب في إسماعيلية. اتحرق القطر وكل اللي فيه. المجزرة دي خلت الرئيس جمال عبد الناصر يرفع شعار التهجير جزء من المعركة، لكن في ناس اختاروا إنهم يفضلوا ويكملوا. معظمهم كانوا عمال وصنايعية وموظفين في الكهرباء والمية وهيئة القناة، سماهم التاريخ المستبقين. ومن المستبقين دول طلعت فرقة بتغني على السمسمية، الفنان فوزي الجمل والفنان عبد العثمالي اللي كتبوا وغنوا يا دنيا سمعاني. يا دنيا سمعاني سمعاني يا أبويا وصاني، يا دنيا سمعاني سمعاني يا أبويا وصاني، ما خلي جنس داخل يخش أوطاني. أي والله ما خلي جنس داخل احميها ده ولدي، الارض دي ارضي احميها ده ولدي، نديها بالارواح وتعيش يا بلدي، نديك بالارواح وتعيش يا بلدي. بعد 73 في الرجوع بقى 74 ابتدت الاسماعيليه وبورسعيد والسويس تعمل عمليه بنى وتعمير بقى. برضه السمسميه كان ليها دور في البنى وفي التعمير، وظهرت اغاني لها علاقه بالبنى والتعمير. اللي نقول اهو ابتدت مداي فيها الفرح باين باين من بعيد، مدينه بورسعيد وفي السويس واسماعيليه، من جوه المداين من جوه المداين. انت اقدم واحد في السمسمية، صانع سمسمية تقريبا في مصر. المعلومة صح ولا غلط؟ انا ادم واحد ثاني. قول لي بقى بدات من امتى؟ انا بدات السمسمية ديت من الهجرة، كنت في العادية وكنت بعمل ما فيش فلوس عشان نعمل سمسمية، كان حاجات بدائية يعني. كنت بتعملها من ايه؟ كنت بعملها من صناديق الصابون، الصابون كان بيجي في صناديق زي صناديق الرنجة الخشب. الخشب فكنت انا اروح اجمع الصناديق ديت من عند المحل اللي بيبيع، واقعد ادقدق واعمل ايه واعمل السمسميه على ايدي، لان السمسميه دي ما كانش حد بيعملها. طب قول لي هي السمسميه آلة جايه منين اصلا؟ السمسميه اصلا فرعونيه، لان اقدم الات موسيقيه في الدنيا في العالم كلها الالات الفرعونيه. بعد كده اترحلت مع الصيادين في المراكب وراحت لدول الخليج. انما اصلا في الاصل هي فرعونيه، وجت منطقه القناه دي مع حفر قناه السويس. كل واحد طبعا سايب بيته وسايب اهله وسايب الارض بتاعته، وجاي العمالة كانت بتاعت الصخرة بتاع قناة السويس، فكل واحد بالليل لما عملوا الصمر الصمر بتاع الزين بيتصمر بقى. بعد كده بقت اسمها ضمة، وكل واحد بيقول مواضعه بقى، واللي عنده كلمتين واللي بيطبل على صفيحة، كانت كده. السمسمية هي آلة خماسية. خماسية يعني خمس أوتار. عشان كده العازف، انا بشوف مثلا العازف عشان ينقل من مقام لمقام او من لحن للحن بيوقف خالص، ولازم يعيد ضبط تاني السمسميه عشان يلحن عليه. مش كده؟ يعني احنا دلوقتي مثلا احنا دلوقتي دي سداسي ست اوتار، ما انا مستغربها. فانا بعزف كده، ادي الخماسي. تمام. لما يجي الخماسي ده بيدينا مقام الرصد. السادس ده ببدا بالوتر اللي بعد منه يديني مقام البيات. يبقى انت كده ضمنت مقامين على الستة. لما اجي اغير مثلا اجيب حجاز اغير، لازم تغير الضبط تاني. ضبط في مفتاح هنا ازوده اقلله، يديني مثلا اللي انا عايزه، يديني حجاز مثلا او يديني عجب زي كده. نلعب مع بعض ونتشاق حوالينا الحبايب مشتاق، ده مقام حجاز. والعجم ورينا كده. نجيب بقى نجيب مقام تاني، ده العجم. والله هتروق وتحلى وهتوب أحلى وأحلى تسقيف،
بكرة وبعد هو البعد بعده اللي أحلى. الله، إيه الفرق ما بين السمسمية والطنبورة؟ عشان الطنبورة دي نوبية. الطنبورة ما فيهاش مفاتيح، بتتلف بحبل. طب المكونات، أنا عندي المثلث، المثلث والمفاتيح الخشب، أيوة، وده جلد، الجلد الماعز والطوق، وبتتشد كده وبتحط على هنا على حلقه تشد عليها، وتتحط هنا اهوت في حلقه عشان نشد عليها الاوتار. تمام. والاوتار دي صلب، العزف بتاعها هنا اهوت، احنا بنمسك الوتر هنا اهوت، لما اعوز الوتر بسيب صبعي، بسيب صبعي، انما في اي اله بتبقى اسمها عف، وبتعفى على الوتر عشان يديك النغمه اللي انت عايزها زي كده. لو مسكت كده مش هيدينا حاجه. قول لي دي ايه؟ دي الطنبوره. دي الطنبوره؟ دي الاصل. دي الاصل بقى اللي حضره حفر قناه السويس. دي حضره حفر؟ دي موروثه. متوارثه. دي قديمه. دي ده جلد جمل كمان. ده جلد جمل؟ جلد جمل ما يتفكش تاني. طب انت جبت دي منين؟ ما متوارثه بقى من ناس لحد ما انا اعترت فيها ما سبتهاش. لا ما تسيبهاش. طبعا وادي الحوايا بتاعتها. تمام.